سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم في نشرتنا الثالثة لهذا اليوم. أستهلها كالمعتاد ببسم الله الرحمن الرحيم وإليكم أهم العناوين. رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرقيلة يستقبل رئيس الصوماليلاند الجديد السيد موسى بيحي عبدي. وزراء خارجية فلسطين ومصر والسعودية والإمارات يعقدون اجتماعا لبحث تداعيات قرار ترامب حول إعلان قدس عاصمة لإسرائيل. تلكم كانت مقدمة النشرة وإليكم تفاصيلها من تلفزيون جيبوتي. لليوم الثاني على التوالي واصل رئيس صوماليلاند السيد موسى بيحي عبدي زيارته الرسمية لجمهورية جيبوتي والتي تستغرق 48 ساعة. للمزيد حول هذه الزيارة ينضم إلينا في الاستديو الزميل إدريس عمر دار. أهلا بك إدريس. أهلا بك زميلي. حدثنا عن هذه الزيارة أو تفاصيل هذه الزيارة. هي الزيارة الأولى للرئيس صوماليلاند منذ انتخابه لرئاسة صوماليلاند، حيث استقبل رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرقيلي صباح اليوم في القصر الرئاسي رئيس صوماليلاند الجديد السيد موسى بيحي عبدي، والذي وصل إلى جيبوتي يوم أمس السبت في زيارة رسمية تستغرق كما أشرت 48 ساعة على رأس وفد رفيع المستوى. وقد ضم الوفد الصوماليلاندي كل من وزير الشؤون الخارجية السيد سعد علي شري، ووزير العدل السيد عبد القني محمود عطيه، ووزير التعليم والدكتور ياسين فرتون، بالإضافة إلى مدير شرطة اللواء عبد الله فضل إيمان وقائد القوات البحرية اللواء عبد الحرسي دعالي. ومن جانب جيبوتي شارك في هذا اللقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي النادغ باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف، ووزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد مؤمن أحمد شيخ، ووزير الداخلية السيد حسن عمر محمد، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود، وإضافة إلى أمين رئاسة السيد محمد عبد الله وعيسى، مدير عام للشرطة الوطنية العقيد عبد الله عبد فارح، وقائد خفر السواحل الجيبوتية العقيد وعيسى عمر بقري. وتجدر الإشارة زميلي خطر إلى أن محادثات الطرفين تركزت حول عدة من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، فيما فيها في مقدمتها سبل وطرق تعزيز علاقات جيبوتي وصوماليلاند، خصوصا في المجال الاقتصادي والتجاري والأمني ومكافحة القرصنة البحرية والإرهاب. وفي سياق متصل وفي تصريح أدلى به لوسائل الإعلام عقب هذا اللقاء، أعرب وزير الشؤون الخارجية في صوماليلاند السيد سعد علي شري عن الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي وحكومته والشعب الجيبوتي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها، والوفد المرافق له والذي يقوده الرئيس المنتخب السيد موسى عبدي بيحي. وأشار السيد سعد علي شري إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها للرئيس بيحي منذ انتخابه رئيسا للصوماليلاند في شهر نوفمبر الماضي، وهي تجسد مدى الاهتمام الذي يوليه لتعزيز العلاقات التي تربط بين جيبوتي وصوماليلاند. وفي معرض حديثه عن أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء الذي جمع بين الوفدين، لفت الوزير الخارجية الصوماليلاندي إلى أن الجانبين بحثا مطولا سبل تعزيز العلاقات الخوية أو الروابط المتين القائمة بين الشعبين الشقيقين، إضافة إلى الموضوعات الأخرى التي تحظى باهتمام الطرفين خصوصا الاقتصادية والتجارية والأمنية ومكافحة القرصنة البحرية التي تهدد أمن والاستقرار لكلا البلدين والمنطقة بشكل عام. أما وزير الخارجية الناطق باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف ألقى كلمة في هذه المناسبة، حيث أكد في تصريح للتلفزيون الوطني على أهمية زيارة رئيس صوماليلاند السيد موسى بيحي عبدي إلى جيبوتي، والتي تعد الأولى من نوعها منذ انتخابه. وأشار السيد يوسف إلى أن هذه الزيارة تعكس رغبة صوماليلاند في توطيد العلاقات التي تربطها مع جيبوتي،
لافتا إلى وجود قواسم مشتركة بين البلدين. وأوضح السيد محمود أن اللقاء الذي جمع بين طرفين أو بين الوفدين شكل فرصة لمناقشة العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، خصوصا الاقتصادية كما أشرنا مسبقا، والأمنية إلى جانب مكافحة القرصنة البحرية والإرهاب الذي يعيقان عملية التنمية في جيبوتي وسوماليلاند. وأوضح السيد محمود وزير الخارجية النادق باسم الحكومة في هذا التصريح أن البلدين قاما بإنشاء لجان مشتركة على مستوى وزارتي الخارجية والداخلية ولجان أخرى تعمل في النهوض بالعلاقات الأخوية التي تربط بين جيبوتي وسوماليلاند. وأن هذه الزيارة كما أشرنا تعد الأولى للرئيس بيحي منذ انتخابه لرئاسة سوماليلاند إلى جيبوتي، وأن هذه الزيارة ستدخل في تاريخ في أوسع أبوابها. نعم، شكرا لك زميل إدريس عمر على هذه المعلومات والتفاصيل المتعلقة بزيارة رئيس سوماليلاند إلى جيبوتي، شكرا لك. وفي سياق متصل عقب ذلك قام رئيس سوماليلاند الجديد موسى بيحي عبدي والوفد المرافق له بزيارة إلى مختلف البنى التحتية المينائية في بلادنا. وكان برفقة رئيس سوماليلاند في هذه الزيارة وزير النقل والمعدات السيد محمد عبد القادر موسى حلم وأقرب معاونيه. هذا وشملت هذه الزيارة التي قام بها رئيس سوماليلاند كل من المنطقة الحرة، حيث استقبل من قبل رئيس سلطة المواني والمناطق الحرة السيد أبو بكر عمر حدي، حيث تلقى التوضيحات المفصلة حول مختلف المهام التي تقوم بها هذه المنطقة. وعقب ذلك توجه سيد بيحي إلى ميناء دورة لمتعدد الخدمات، حيث حظي أيضا باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل المدير العام للميناء السيد سعد عمر قيلي ومجمل مسؤولي مختلف المرافق المينائية. كما تلقى توضيحات وشروح وتفاصيل متعلقة حول كيفية سير أعمال هذه المواني. هذا وقام أيضا السيد بيحي بزيارة تفقدية إلى ميناء دور عليه متعدد الخدمات، حيث استقبل من قبل مدير العام للميناء السيد سعد عمر قيلي ووفد وجميع وكافة منتصبي هذا الميناء. ويذكر أن رئيس سوماليلاند يقوم بزيارة رسمية تستغرق 48 ساعة على رأس وفد رفيع المستوى في بلادنا. وفي سياق متصل قام فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي اليوم مأدبة غداء على شرف رئيس سوماليلاند السيد موسى بيحي عبدي والوفد المرافق له، وذلك في القصر الرئاسي. وشارك في هذه المأدبة بعض من أعضاء الحكومة وشخصيات رافعة المستوى من السلك العسكري والمدني. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس سوماليلاند قد وصل يوم أمس إلى البلاد بزيارة رسمية تستغرق لمدة 48 ساعة، كما أجرى لقاءات ومحادثات مع رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي. اندلع صباح اليوم الأحد حريق في الحي السابع في حدود الساعة 4:30 صباحا، هذا وهرع رجال الإطفاء إلى موقع الحريق لإخماد النيران، حيث تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يصل إلى منازل الجوار. وبحسب تعليمات من رجال الإطفاء تسببت النيران بتدمير 5 منازل، كما لم تتسبب خسائر بشرية تذكر. تحت رعاية أمانة الدولة للشباب والرياضة احتضن المركز التنمية المجتمعية في الحي السابع اجتماعا هاما بين العشرات من الشباب وأعضاء لجنة المنظمة، وذلك في إطار الحوار الوطني مع الشباب وبمبادرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي. وتكونت اللجنة المنظمة للاجتماع من عدة شخصيات من بينها المستشار الفني للوزير النقل والمعدات السيد آدم دالية الديرية، ومديرة مراكز التنمية المجتمعية السيدة رقية حسن شيخ، ومدير مركز التنمية المجتمعية في الحي السابع السيد مصطفى
سعيد فرح إضافة إلى العديد من منتصبي أمانة الدولة للشباب والرياضة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات التي تجرى في مراكز التنمية المجتمعية والمدارس في العاصمة الجوتي والمناطق الداخلية استعدادا للحوار الذي من المرتقب أن يعقد بين رئيس الجمهورية والشباب الجوتيين، حيث تتضمن هذه التحضيرات في عقد لقاءات واجتماعات مع مجمل الشباب في كافة التراب الوطني، والنقاش أيضا لاختيار زعيم يمثلهم أثناء الحوار الوطني في يناير وطرح أسئلتهم ومواضعهم أمام اللجنة. نظم الاتحاد الوطني للألعاب داكيتو ريو مساء أمس في ملعب جوليد حفل اختتام دورة تدريبية لصالح مختلف النوادي التابعة لهذه الاتحاد. وخلال هذه المناسبة تم تسليم الحزام الأسود للمتفوقين في هذه الدورة والتي استمرت لمدة أسبوع. وشارك في مناسبة اختتام هذه الدورة رئيس الاتحاد العالمي لهذه اللعبة ومؤسسها سيد سانيسي لعيتا والأمين العام للجنة الوطنية للألعاب الأولمبية ورئيس الاتحاد الوطني للألعاب كونفوشو ومدير ملعب جوليد ومدير الأقاليم لأمانة الدولة للشباب والرياضة سيد عمر حسن عبد الله ورئيس الاتحاد داكيتو ريو سيد داود علي، إضافة إلى عشرينات من الشباب المتفوقين في هذه اللعبة. كما تم خلال هذه الدورة عرض المهارات المتنوعة من قبل مؤسس هذه اللعبة سيد لعيتا، والذي قام بنقل خبرته إلى الشباب والمستفيدين من هذه اللعبة. وفي مداخلة له في هذه المناسبة قدم السيد لوعيتا شكره وامتنانه لمنظمي هذه الدورة وقادة هذا الاتحاد على حسن تنظيمها واختتامها، كما أشاد بالدور الذي يقوم به مسؤولو الاتحاد الوطني داكيتو ريو بغية ترقية وتطوير هذه الرياضة الفريدة من نوعها في البلاد. كما حث بمواصلة الجهود التي تبذلها أمانة الدولة للشباب والرياضة في تعزيز سبل وطرق ترقية هذه الرياضة، كما قدم شكره لكافة المشاركين في هذه المناسبة. تعلن أمانة الدولة للشباب والرياضة للنساء والفتيات بأن أنشطة اللياقة البدنية ستستأنف رسميا يوم الأربعاء القادم الموافق 10 من يناير الجاري، وفي ملعب حسن جوليد من الساعة 6:30 مساء. وإن السيدة أونيس مديرة اللياقة البدنية الجديدة ستكون ضيفة للبرنامج الرياضي الأسبوعي يوم الثلاثاء 9 من الشهر الجاري. في إطار أنشطة مشروع توظيف الشباب، نظمت الوكالة الجوبوتية للتنمية المجتمعية وتحفيز الحرف اليدوية، نظمت الوكالة الجوبوتية للتنمية الاجتماعية النسخة الثانية من حفل تسليم مبالغ مالية للفائزين في مسابقة حول كيفية خلق مشاريع صغيرة، وذلك في ناحيتي دمرجوق والدودة. هذا وتم خلال هذه المناسبة عرض 36 مشروعا، كما تم اختيار 12 مشروعا يصل كل مشروع إلى 400,000 فرنك جوبوتي. وأجرت هذه المناسبة بحضور المدير العام للوكالة سيد مهدي محمد جامع ومدير المشروع سيد عيد محمد عبد الله. ويهدف هذا المشروع الى تعزيز دخل الشباب وترقية الحرف اليدوية، حيث يقوم بتمويل هذا المشروع الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية وبإشراف البنك الدولي، كما يهدف الى تحسين الامكانيات المادية لدى الشباب والشابات واعطائهم فرصة لخلق مشاريع واعمال صغيرة عبر دورات تأهيلية من قبل الوكالة الجوتية للتنمية الاجتماعية. هذا وتم تدريب هؤلاء الشباب في مجال إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونقلها إلى الأجيال الأخرى. وتسجل هذه المناسبة في إطار استراتيجية الوكالة لتوفير الصور والإمكانيات ولتسهيل العقبات التي تواجه الشباب وتدريب حوالي 3,000 من الشباب والشابات. تبحث عائلة عبد علي على فقدان ابنتها أم الخير علي عبدي. وتغيبت الآنسة أم الخير من المنزل قبل أكثر من شهر ولم تعود حتى الآن، وتعاني من اضطرابات عقلية. وعلى من يعثر على الفتاة أو أي معلومات متعلقة بها الرجاء الاتصال على الأرقام التالية 77-85-75-83 أو 77-86-31-49. من الساحة الوطنية إلى الساحة الدولية، حيث تنضم إلينا في الاستديو الزميلة حسنة عبد الحي. أهلا بك حسنة ومساء الخير علينا عليكم. في الخبر الدولي أول نتناول بأن يعقد في العاصمة الأردنية اجتماع طارئ لبعض الدول العربية حول إعلان قرار ترامب لاعتراف قدس عاصمة لإسرائيل. ما تفاصيل هذا الموضوع؟ شكرا. نعم، جامعة الدول العربية تسعى لحصول على
على اعتراف دولي بفلسطين وعاصمتها القدس، ردا ذلك على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل. عقد أمس السبت في العاصمة الأردنية عمان اجتماع لوزراء خارجية فلسطين ومصر والسعودية والإمارات والمغرب، بالإضافة للأردن والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيد، لبحث تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل. وقال مسؤول أردني أمس السبت أن جامعة الدول العربية تسعى للحصول على اعتراف دولي بفلسطين وعاصمتها القدس، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل. ويأتي اجتماع وزراء خارجية الدول السبت بالأردن في وقت ترفض فيه الفصائل الفلسطينية الابتزاز الأمريكي بوقف المساعدات المالية للسلطات الفلسطينية للضغط عليها للرجوع إلى مفاوضات السلام. لكن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية السيد نبيل أبو ردينة يؤكد بالقول أن القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ليست للبيع لا بالذهب ولا بالمليارات. نعم زميلة حسنة، من الأردن إلى ليبيا حيث يشهد الذهب الأسود عودة إلى الأسواق وينتعش الاقتصاد الليبي في على المستوى الاجتماعي على مستوى العالمي، ما التفاصيل حول الموضوع؟ نعم، وننتقل إلى ساحة الليبي حيث يمكن لليبيا أن تعتمد مرة أخرى على الذهب الأسود، حيث أنه يمثل ثروة رئيسية ب 90% من دخل البلاد. وفي عام 2017 حصل البلاد على 14 مليار دولار، أي أكثر بثلاث مرات من عام 2016 للدولار، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي الليبي. وقد سمحت الظروف للبلاد بتخفيض الميزانية بمقدار 7.7 مليار دولار. وقد وصل إنتاج النفط الليبي في عام 2017 إلى أكثر من مليون برميل يوميا، ولكن لا يزال إنتاج 1.6 مليون برميل يوميا. كما أنتجت البلاد تحت حكم القذافي 50 مليار بعد بيع الذهب الأسود في ذلك الوقت. إليك الكلمة. نعم شكرا لك يا زميلة حسنة عبدو على هذه التفاصيل المتعلقة بالأخبار الدولية، شكرا لك. عفوا. إلى هنا أعزائنا المشاهدين تنتهي نشرتنا الإخبارية، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.